المجتمع شريحة كبيرة من الشعب السوري. سبب الخروج بهي المظاهرة موشع الحرية نحن نلناها، بشار الأسد سقط عنا الأمس. نحن طلعنا بهدفنا نضغط على القادة الشرفاء في سبيل انه يتوحدوا تحت قائد واحد وجيش واحد وامرأة وحدة في حلب. هذا مطلب الشعب كله بكافة فئاته العمرية، أطفال صغار، الشعب السوري صار له 5 سنين عم ينتبه. نزيف الجبهات ما وقف. ليش ما تتوحدوا؟ ليش؟ قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مطلبنا الوحيد يتوحدوا تحت أمير واحد، قائد واحد وجيش واحد لتحرير حلب وباقي المناطق السورية. نطالب الأخوة في جميع الفصائل، قيادات ليس أفراد، الأفراد على الجبهات يتوحدوا تحت أمرة رجل واحد. الناس الفوق على الجبهات ما عندها أي اعتراض، ونحن شفنا كثير من الأخوة جميع الفصائل. نطلب من القادات: إذا كنتم خرجتم لله وتحبون الله وأعراض المسلمين ولستم إليكم تبعية للخارج ولا لموك ولا لدولار، أن تتوحدوا لإعلاء راية لا إله إلا الله. الناس في حلب 400 نسمة، 400 ألف نسمة يناجدوكم الله. إذا كنتم خرجتم على راية لا إله إلا الله فاخرجوا إلى الجبهات، نصركم الله. وإذا كنتم خرجتم إلى غير ذلك والله ستذهبون إلى مزبلة التاريخ، وسندعسكم في نعالنا بإذن الله.